ده فريق سترونج جروب الفلبيني، اي شوط مستعجل راح يدفع ثمنها لوحده. اوبن شوت مثل هيك، اوبن شوت مثل هيك، لسه ما خلصت كلامي. 3 بوينتس اولى في المباراه. ان اند اوت ضايعه. هالبطوله مفرق لك، هالبطوله مفرق لك، لانه صراحه الوحده محتاجين للاعبين الاجانب. تقال وهذا لاعب ثقيل بيسجل ثاني 3 بوينتس له بالجيم. تركين الوحده، سله هابو بياخذ كره مش كرته ابدا، ضايعه. الثري بوينتس الفلبينية كمان قريبة، الثري بوينتس الفلبينية قريبة، قريبة كثير كثير كمان، تتسجل تتسجل، ما بغشكم ابدا ما بغشكم ابدا. الفريق الوحدة عم بدافع تحت كثير، لازم ينتبهوا شوي للاعب جوردن هيدينغ. تركينو، واو، مش معقول مش معقول. صف فاول، ما حدا رح يعطيك صف كول هون. عموما كار 3 من 3، هيز اون فاير هيز اون فاير. روعه روعه روعه. 4 من 4، 12 بوينتس رح ياتي لوحده. فرق حاليا بينزل ل10. محاولة درايف، الوحدة عم تلعبوا باسكت بول ممتازة، الوحدة بهالكورت مسجلين 8 نقط مقابل 5، وحاليا 3 بوينتس جديدة. كار اون فاير. دريبلاتش بول فيك باسنج جيم. كرة عند ماكنزي مور على الثري، نو جود. كار على الاوفنسيف ريباوند. هابو نوت ان ماي هاوس. 3 بوينتس جديدة هالمرة. اندري روبرتسون 5. الوحدة عندهم جمهور كبير، اكيد ما راح يكون كثير راضي على نتائج الفريق في الاونه الاخيره. لذلك عدم رضا الجماهير على الفريق. هنا اتصل شيخ راشد بن حمدان بتآزل فريق سترونج جروب الفلبيني. بوم، شو حلوه، واو شو روعه. 3 بوينتس 20 بوينتس لكار. كار اون فاير، كاتش اند شوت، روعه لكار. مش معقول شو بتعمل يا رجل. كيم باو رهيب جدا. كيم باو عنده افريج 13 نقطة في البطولة. كان عنده 3 عبد الوهاب، وهذا رقم مش مقبول يا عبد الوهاب، يكون عندك بس 3 ريباوند بالجيم. عموما كرة جامب شوت، هيز اون فاير. اول داي اول نايت، اول داي اول نايت، ما عم بيرحم. طلع واكل مزح. شخص اخر يتحدث عن وحدة مكاني. عموما نرجع دائما عند الفريق الفلبيني. كار كيفن بياخذ الجامب شوت، هيز اون فاير. 24 بوينتس لكار كيفن.